شباب صغار بأجساد مرنة وأحلام مرهفة يكتسحون المسارح لإسماع صوت الجسد في محاكاة للغات العالم وتلميح للارتقاء من خلال الرقص المحترف بهدف الوصول للغة الأسمى وتحقيق قيم العدالة والإنسانية. جديد بعرض اليوم هي بتخيل القصة. أول مرة منروح أنواع الرقص الجديدة اللي عم نستخدمها اللي هو رح يكون شرقي أو ما يمثل المصري والقبطي، بالإضافة للغجري، بالإضافة لرقص الأفريقي، وطبعا واندماجه مع الدبكة بطريقة مميزة بتخيل، بالإضافة للكونتمبري والباليه هو دبان تعودت تقدمهم على المسرح. هلا من تطوري انا بحس ان الفرقه تطورت، لانه انا ما دخلت على الفرقه كنت يعني يا دوب ما كنت اعرف اعمل اي شيء، انه كنت كثير خفيف. هم طوروني من البدايه، تاسست كثير منيح هون. هلا كل شخص اذا كان فاهم شو هو عم بيعمل واذا كان قادر يحس بالحركه اللي هو عم بيعطيها بيقدر يحس بالجمهور اللي قدامه. اذا حسيت بالجمهور اللي قدامك بتقدر تسوي طاقه بينك وبينه وبتقدر توصل هذا الشيء بكل سهوله وبكل سلاسه. هي وسيلة لإلغاء الحدود المصطنعة بين الشعوب من خلال دمج الموسيقى والرقص في محاولة لتحقيق معجزة التوحد. والفكرة حلوة كتير، إنه هي جمع الحضارات ومزج الحضارات المختلفة. هذا إشي نحتاج إله لأنه نفتح أفاقنا ونوسعها، لأنه نتقبل كمان ثقافات وحضارات مختلفة. قد يختلف البشر في العادات والتقاليد والأطعمة، ولكن لا شك أن الرقص هو فقط ما يجمعهم، ولذلك يحاول هؤلاء استجماع سعادتهم من خلال لغة الشعور بالحياة وطرد الخوف من عذابات أيامهم. رقص بلغات العالم وشغف شباب فلسطيني لبث رسائل التقبل للآخر والسلام، رسائل قد تعترضها حسابات السياسة أحيانا ومعادلات العنف أحيانا أخرى، ولكنها تظل لغتهم المفضلة. لليوم على الحرة ميرفت العزة من رام الله.